أولا نرحب بكل الحضور الكريم وبالشعراء والشواعر المشاركين في هذا النشاط الثقافي الإبداعي. برنامج هذه الأمسية يتضمن ورقة عن محمود درويش، ثم فواصل موسيقية وقراءات شعرية. عرفناه شاعرا عاشقا من فلسطين، يحب الأرض ويعشق الحياة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة لازمة نرددها بعدما كان يرددها محمود درويش قبل رحيله، وهو هي عبارة خالدة كما شعره وقصائده. رغم رحيله فهو خالد يعيش في ذاكرتنا وفي قلوبنا. اليوم نخلد الذكرى 11 لرحيله، وبالمناسبة أعددت مداخلة قصيرة عنونتها بدرويش شاعر الألم الإنساني. العنوان أخذته عن من حوار أجرته مع جريدة الاتحاد الاشتراكي سنة 1990، وقال عبارة خالدة: أنا شاعر الألم الإنساني. بيننا وبين محمود درويش برزخ من الكلمات، برزخ من الشعر الوجداني الذي شكل أساسا لرؤية شعرية تشكلت ملامحها من قضية. وهذه القضية كما يعتبرها درويش في جوهرها تلخيص مكثف لمأساة إنسانية، ومن ثم فالشعر والقضية يعبران في نظره عن جوهر إنساني عميق، عن عذاب وألم إنساني تتشابك خيوطه من ألم الغربة والتشرد، من عذاب الحصار، من الارتباط بالأرض، ومن حسرة على خيانة الزمن العربي، ومن طموح إنساني يتمثل في البحث عن الحرية وفي البحث عن وطن ضائع وسط الخرائط.